السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام. النهاردة عايزين نعمل فستان او ناخد قياسات لبنوتة وزنها مليان شوية. ربنا يبارك ويخلي يا رب ويحفظ جميع اولادكم واولادنا، اللهم امين. طيب مبدئيا ما تفرقش طريقة القياس ما بين طفلة مليانة شوية وبين طفلة رفيعة شويتين، هي طريقة ما تفرقش، بس اللي يفرق ان اعرف ايه اللي يناسب البنوتة دي في اللبس وايه اللي يناسب البنوتة دي في اللبس. هي دي بس النقطة اللي انا بدقق فيها. تمام. طيب انا معايا اهي العروسة، وايا كان وزنها يا جماعة، انا القياس عموما ما بيفرقش طريقة القياس بتاعته، ما تفرقش ابدا طريقة القياس، هيها نفس الحكاية. باخد المزورة كده عند ظهر البنوتة وزي ما يطلع معايا. بس في حاجة عايزة اقول لكم عليها، ان البنات اللي قلبوزات الجميلات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ما ينفعش يلبسوا حاجات فيها كشكشة كتير او كالونات او حاجات فيها كسرات كتير او حاجات بوسط او حاجات ليها حزام في النص. تمام، ما ينفعش انها بتبين الجسم. تمام. طيب لكن حكاية ان طفلة البسها لون غامق عشان جسمها يدارة، لا دي مستحيلة. لبسيها زي ما انت عايزة، الالوان اللي انت عايزاها، بس اهم حاجة تبقي عارفة القصة اللي تليق عليها. وان شاء الله هحاول في اخر الفيديو اوريكم بعض القصات المناسبة لهذا الشكل من الجسم. تمام. طيب بصوا بقى، زي ما باخد في كل مرة، تمام اهو، فرضا ده كده طلع لي خط الظهر. ممكن لو انا عايزة اعملها لها هدية باخد بلوزة من عندها تكون بتلبسها ومظبوطة عليها، بس اراعي ان نوع قماشة البلوزة اللي هي فيها مطة او لكرة جامدة اعمل عليها نفس القماشة. لكن لو انا جايبة قماشة غليظة شوية او عادية شوية او اي قماشة تانية، لازم اعمل حسابي في 2 سنتي زيادة، ده مهم. تمام. طيب ده كده بداية البطرون بتاعي اللي انا بعمله. فانا باخد خط العرض ده اللي انا عملته بتاع الظهر بالشكل ده اهو، مثلا تلاقي 15 سنتي بفرد، انا بقول بفرد، فبنزل بنفس الطريقة بالشكل ده اهو. تمام. ما تقلقيش هيجي عليها مظبوط جدا، ما تفرقش طريقة القياس يا جماعة، والله ما تفرق. تمام. وبعمل الخط بتاعي اهو بالشكل ده. ده كده اصبح عندي مربع متساوي في اطوال اضلاعه، يعني هنا 15 نزلت 15، هي. تمام. ومن النقطة دي كده بطلع حوالي 4 سنتي، وهنا معلش هزودها كمان سنتي، تبقى 5 عشان تبقى بس ريحة. وفي الخياطة لو انا حبيت امسكها شوية مفيش اي مشكلة. تمام. واروح نازلة بالشكل ده كده اهو، واروح عاملة الدوران بتاعي. تمام. طيب شايفين احنا بنتكلم فين؟ عند السطر ده كده الجزء بتاع السطر. يبقى معنى كده انا هشتغل في جزء السطر بس، والجزء اللي باقي ده كله هيبقى بالنسبة لي عبارة عن كشكشة بسيطة جدا جدا. تمام. طيب يبقى الحركات عندي هنا، باخد دوران الرقبة اهو 6 سنتي بالشكل ده. لو القماشة فيها لكرة جامدة انا بكتفي باني بعمل دوران رقبة واسع وما بعملش سوستة ولا زراير. لكن لو انا عندي القماشة ما فيهاش مط ما فيهاش لكرة، لازم اعمل حسابي على فتحة، يا اما دوران الرقبة الامامي يا اما في الخلف. تمام. وبنزل 1.5 سنتي هي ونركز هنا شوية لكل اصدقائنا ومتابعينا اللي طلبوا مننا قصات اهو يا جماعة بالشكل ده. انا التحرك بتاعي هنا. تمام. يعني ايه التحرك بتاعي هنا؟ يعني انا الجزء ده اهو، الجزء اللي فوق ده لغاية السطر بيبقى عامل زي سفرة. تمام. اهو بالشكل ده، انا بس هقصه عشان اقدر اقول لكم ازاي نتحرك في خلال القصة دي. تمام. بصوا بقى كده اهو، ده كده الجزء بتاعي، ده الجزء اللي فوق. تمام. طيب لما اجي انا اركبه في الجزء اللي تحت اهو، لازم ازود له حوالي 5 سنتي او 6 سنتي هنا زي ما انتم شايفين، عشان خاطر اعمل حسابي الكشكشه بسيطه جدا جدا تتوزع، بس مش كشكشه كتير فتقفر فتزود الجسم، لا هي كشكشه بصوا على يعني حركه كده بسيطه، يعني 3 سنتي او 5 سنتي كفايه جدا على الفستان اهو، زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده بيكون شكل الفستان. تمام. يبقى ده كده الجزء ده كده بتاع الكشكشه اللي انا هوزعها على الجزء اللي فوق. ارجع لمرجوعي وهو ازاي اعمل في القصه، ازاي اتحرك في القصه.
عفوا انا هستخدم الورقة دي بس لشكل القصات عشان خاطر نكون الموضوع اوضح. تمام، بفرض ان انا عايزة اعمل دلوقتي الرسمة بتاعتي دي عبارة عن فستان بالشكل ده اهو، تمام، عبارة عن فستان بالشكل ده كده. بصوا الكشكشة بتكون يا دوب اهو بالشكل ده كده، فستان سيمبل وبسيط، الوانه جميلة وهادية، حزام ستان كده رائع كده هنا في النص، ووردة كده شكلها حلو هنا او هنا زي ما انتوا عايزين. ده شكل الفستان لو انا عايزة اعمله نص كم بالشكل ده اهو، ده كده شكله. انا مش عايزة الجزء ده واسع قوي، انا عايزة الكشكشة تكون بسيطة. طيب ده كده نوع او كده شكل. طيب خليني اعمل شكل تاني اللي هو انا مثلا عايزة اعمل فستان كده اهو بالشكل ده، وبرده نفس الحكاية انا يعني الجزء ده هيكون مصاحب معايا اهو بالشكل ده كده، تمام. ومثلا عايزة اعمل الحمالة او عايزة اعمله نص كم، ها، بس الجزء ده واسع شوية، الجزء ده واسع شوية، فانا عشان اعمل الجزء ده بدون دوران رقبة ونازل شوية كده، انا بتكلم في الجزء ده، بروح نازلة من هنا واروح عاملة الجزء ده اهو عشان اعمل فيه حمالة، وده او دي المسافة بتاعت الحمالة، تمام. طيب انا عايزة اعمل حاجة تانية، عايزة اعمل مثلا قصة مربعة بس على نفس الموضوع، على نفس الموضوع انا هعمله زي ما هو كده اهو، وما قصش وما افصلش الجزء ده من بعضه، واروح نازلة بالشكل ده كده الفستان اهو. يبقى انا عملت فستان متصل بالشكل ده كده اهو، متصل يا جماعة، يعني لا في قصة فوق ولا اي حاجة، وابتدي بقى استعين برسومات الاطفال هنا او الورود الخاصة بالاطفال، وزي ما انا عايزة اعمل ممكن اعمل له حلية بسيطة بالشكل ده، ما تكونش كم او نص كم، بس حلية بسيطة كده اهو، تمام. ده كده برضو فستان، لكن لازم اتفق انه انا في كل الاحوال اهو لازم ابعد عن منطقة البطن اهو، لازم ابعد عن منطقة البطن، ما ينفعش ابدا ابدا اعمل فستان بوست. يعني ايه بوست؟ يعني ما ينفعش اعمل فستان كده اهو بالشكل ده، ده هيبقى صعب شوية. ليه؟ لانه مش هيديك الشكل اللي انت عايزاه، البنوتة اصلا لما تشوفه مش هتبقى فرحانة، لان هتبقى مش مستريحة فيه، متأيدة الحركة بتاعتها، تمام. ده كده شكل الفستان. انا عايزة اعمل لها مثلا قصة مربعة اهي، فانا بنزل بالشكل ده كده القصة بتاعتي المربعة اهي بالشكل ده كده، وابتدي اشتغل على شرايط الستان. مفيدة جدا جدا للأطفال، مبهجة، الدانتيل، الستان، الحاجات دي كلها حلوة جدا. بصوا أنا اهي عملت القصة المربعة بتاعتي بالشكل ده، ده كده شكل القصة بتاعتي المربعة. ولما أفتح الجزء ده بتاع الفستان أهو بالشكل ده، وابتدي بقى أكشكش بطريقة بسيطة وسهلة بالشكل ده كده، كشكشة بسيطة، عشان انا لسه برضو بعد اكرر نفس الموضوع اهو. الكشكشة دي ايه؟ لغاية ما اوصل الفستان انه يكون جاهز للجزء اللي انا بعمله اهو، اهو يا جماعة بالشكل ده، الدانتيل، الورود، الجيوب، كل دي حاجات بتخلي الفستان شكله حلو جدا. اتمنى اكون قدرت اجاوب على السؤال ده، وبشكركم جدا جدا، وبترككم في رعاية الله، ربنا يحفظ بناتكم واولادكم ويقر عين كل ام، ربنا يرزق كل مشتاق اللهم امين. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.